مساء الخير شباب، لو سمحتوا إذا الصوت واضح اكتبوا لي واحد. خلينا دائما حاضرين الذهن. شفنا الأبواب تبع الكتاب تبعكم، شفنا الباب الأول، مرحلة التحقيق الأولي. فهمنا شو يعني مرحلة التحقيق الأولي من تاريخ وقوع الجريمة ولحين تحريك الدعوى العامة. انتقلنا للفصل الأول فيه، شفنا الضابطة العدلية، السلطة المكلفة، يعني شفنا ايش الفصل الأول في السلطة المختصة، شفنا الضابطة العدلية ذات الاختصاص العام والخاص واختصاص المكاني. انتقلنا لسلطات، وقلنا في سلطات عادية، سلطات استثنائية. قوام قوام الكل اللي السلطات الاستثنائية انت بتكون شو غادة؟ انت بتكون السلطات الاستثنائية قوام. ما حدا يجاوبني، بدي غادة، حصرا غادة. يا غادة، انت بتكون في سلطات استثنائية. ثلاث حالات، جاوبوني الباقي. اوام لحالهم هذول عليهم علامات. اوام انت جرم مشهود، ومميز بالجرم المشهود بالجناية الجنحة. اثنين بجناية أو جرحى الواقع داخل منزل، برافو. وثلاثة الإنابة. خلصنا الجرم المشهود، شفنا شو روح حالاته، أربع حالات، شفنا شروطه، شفنا آثار الجرم المشهود، آثاره. وهذا سؤال مهم المترتب على الجرم المشهود. إجراءات التحقيق الجائزة للموظفين الضبط العدلية بالجرم المشهود هن بالجناية، بيحقق له. شفنا طبعا الانتقال، طبعا عندنا ايش؟ الانتقال لمكان الجرم، منع الحاضرين من الاتحاد، التفتيش مسكن المشتبه فيه وتفتيشه له، ضبط الأشياء، هيك عم تستحضره، والقبض عليه. بالجرحى المشهودة بس في تفتيشه له، بس ما في تفتيش مسكنه. وقلت لك دائما اتذكر مثل الجنحه المشهوده، مثل حادث السير اللي بينتهي بوفاه جنحه. انا فتش له وحطه ومقبض عليه، بس ما فتش منزله. اوكي، حننتقل لسلطات الضبط العدليه الجنائي او الجنحه الواقع داخل البيت. وبعدين ايش؟ سلطات الضبط العدليه بحاله الاناده، التصرف في محضر التحقيق الاولي. بدي يعني حفوت، يعني حتى ما نرجع للفهرس، الباب الثاني بعد ما حكينا مرحله التحقيق الاولي الاثبات. الإثبات بدي ثلاث فصول: حرية الإثبات وعبء طرقه. حرية الإثبات وهذا ما يتمتع فيه القضاء الجزائي، حرية القاضي في الاقتناء، هي قصة كثير مهمة. تخيل بالجزائي بتجيب 10 شهود بيقولوا إنه غادة شفناها عم يعني عم تسرق، وشاهد بيجي بيقول لي إنه والله كانت عم تتعشى عندي امبارح. بإمكانه القاضي يهدر، شو بنقول؟ يهدر، يهدر شهادة ال10 شهود وياخذ بشهادة الشاهد يعني المعاكس ويبرئها، بس بيعلي القرار. شوف شو فظيعة الفكرة، شوف شو فظيعة الفكرة. كله الجزائي على القناعة، كله على القناعة الشخصية. قصة كثير كبيرة، ولكن وقت بده يكون قدامه أدلة وما ياخذ فيها بده يعلل، إذا أخذ فيها ما في داعي يعلل. القيود الواردة على تكوين قناعته، في بعض القيود، في يعني ضبوط لا يطعن فيها إلا بالتزوير، وفي ضبوط اللي تنظم بالجنحة تعتبر صحيحة إلى أن يثبت العكس، وفي ضبوط على سبيل المعلومات. حنشوف هذا الموضوع. عبء الإثبات ابني على مين؟ على مين عبء الإثبات بالدعوة الجزائية؟ أوام اللي أوام على المدعي. والمدعي مين؟ مين المدعي بالجزائي؟ مين المدعي بدعوى الحق العام؟ مين المدعي؟ برافو عليك. طيب، وقت يكون في مدعي شخصي بيساعده. طرق الإثبات ابني، شوف طرق الإثبات: الاعتراف، الشهادة، الخبرة، البينة الشخصية، القرائن. خمسة، حذكرك بقانون البينات اللي هو ايش؟ انتوا واخدين اصول مدنيه، قانون البينات بيقول الدليل الكتابي، الشهاده، القرائن، الاقرار، اليمين، المعاينه، والخبره. 6 حالات هم ما عندنا يمين، لا حاسمه ولا متهمه.
الاعتراف بقبل الاقرار، الشهاده نفسها، الخبره نفسها، البينه الخطيه هي الدليل الكتابي والقرائن نفسها. فهمت؟ دائما خليك انت عم تاخذ اصولتين، وان شاء الله بكره بس تطلع هو ايش يعني ان تدربت بالمحاماه او فقه القضاء، وقت بتنسال شفهي ابني بتكون قاعد عم تعمل فحص الاسئله، بيقول لك احكي لي عن طرق الاثبات المدني، احكي لي عن طرق الاثبات الجزائي، احكي لي عن ميعاد الاستئناف المدني، بتقول له 15 يوم، بيقول لك بالجزائي بتقول له 10 ايام. بدك تكون دائما عندك كومبايرنج، عندك ايش؟ مقارنه بين الاثنين لتوقف المادي. ومتى ما عملت هذا الموضوع ما عم بتضيع، بالعكس. فهمنا؟ ابدي باختصار، الاعتراف كان زمان سيد الادله، هلا ما له سيد الادله، يعود تقديره للقاضي، الشهاده يعود تقديره للقاضي، الخبره يعود تقديره للقاضي، القرائن يعود تقديره للقاضي، البين الخطيه، هون في عندي استثناء، بعض الضبوط لا يطعن فيها الا بالتزوير. اقول قولي هذا واستغفر الله. بإمكانكم تروحوا على البيت خلاص، حدا عنده سؤال خلصة في المادة. عجبكم هين؟ عجبكم؟ أمام 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 أطلع الأفكار أمام لأبدا أشرح من جوا. هذا مثل الشيخ اللي طلع إيش على المنبر أنه خطة اليوم عن حجة الوداع حافظينها، قالوا له ايه؟ قالوا عقب الصلاة عشان ما ياخذ يعطي كثير. أوام أوام بدي القوط، حرية الإثبات، عب قوط ورقم. ما عاد بدي يرجع للفارس. يا غادة معي يا غادة. غادة إذا ما عندك وقت يعني تدرسي لحالك، حاولي تركزي قدر المستطاع وتحفظيهم. أوام 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 بيبقى عليك شغلة خفيفة، يعني إذا حابة تدرسي وقت الامتحان بتجي أم ثلاث أيام بتسمعيهم بتراجعيهم، مش بتفوتي بتجيبي 80 90 بتنك ماشية، بس حاولي تركزي وإلا شوي ثانية بتكتر عليك المعلومات. إذا هدول بابين، باب أول مرحلة التحقيق الأولي، الباب الثاني الأسباب، الباب الثالث مرحلة التحقيق الابتدائي، الباب الرابع مرحلة المحاكمة، الباب الخامس طرق الطعن بالأحكام. السلام عليكم. وصلت. حنفوت على الكتاب. قولوا بسم الله أساتذة. خلينا نبدأ بالحالة الثانية اللي بتتوسع فيها سلطات القضاء العدلية والجناية والجنحة داخل المنزل. ما بدي منك بهي الفكرة، ما بدي منك بهي الفكرة غير المادة 42. شايفين جمالية القانون؟ ليش عم لك خلي عندك قانون؟ شوف المادة 42 بتقول يتولى النائب العام التحقيق وفق الأصول المعينة بالجرم المشهود. كما هنالك الفكرة اساسا هي وتكون في جنايه او جنحه داخل منزل ابني، واحد يعني بنت انتحرت او خليني اقول بنت قتل ابوها، منيح داخل منزل، ما هي مثل الجرم المشهود. شو بيقول للنائب العام التحقيق وفق الاصول المعينه للجرم المشهود، يعني ايش وفق الصلاحيات، اذا حدثت جنايه او جنحه وان لم تكن مشهوده داخل بيت وطلب صاحب البيت الى النائب العام اجراء التحقيق، شو هي؟ شرطين، ولو ما كانت مشهودة وطلب صاحب البيت. مثل ايش؟ يعني غالبا شو بصير معنا ايام؟ يعني الاب بيكتشف انه في سفاح بين ابنه وبنته، وما بتكون الجريمة مشهودة، يعني ما بتكون خلال اول 24 ساعة، وايش وبيقدم معروضه، او مثلا الجريمه داخل منزل حادثه سرقه عنده او اكتشف السرقه بعد مضي وقت الى اخره، فايش كله هذا، وهذا النص قليل تطبيقه عمليا.
يعني بالنادر، يعني غالبا الجرم المشهود يعني بدقون لها بيقولوا في جثة بيت، فهي جرم مشهود وبنفس الوقت هي ايش؟ جناية او جنحة واقعة داخل المنزل، ولكن بدها شرطين، اولو ما كانت مشهودة بس بده يطلب صاحب المنزل، خلصنا منها الانابة. شوف بدي يعني في حالة الجرم المشهود انها بتتوسع سلطات الضبط العدلية وبتاخذ بعض صلاحيات التحقيق الابتدائي اللي هو من اختصاص قاضي التحقيق ومن وراء القاضي الحالي، وعلى رأس التفتيش والقبض. هذول مو سلطة الضبط العدلية العادية، الاستثنائية التفتيش والضبط. طيب بعد ما تتحرك الدعوة العامة ماذا دور الضبط العدلية؟ وخاصة وقت تتحرك قدام يعني وقت تتحرك قدام قاضي التحقيق. ولكن كثير من الأحيان شو بيصير؟ أنا اليوم قدامي دعوة كقاضي تحقيق، في عندي تفتيش منزل بدي اتفتيش يعني اتاكد، يعني حاعطيك مثال تستوعبه. قاضي التحقيق وخاصة شوف جرائم العرض مثل الاغتصاب او الفحشاء، هي ما بتتم الساعة 12 الظهر بساحة الأمويين، دائما وين بتتم؟ بالبيوت، وما بيكون فيها شهود، فبيكون عم يستجوب القاضي بفوت معه بتفاصيل. للوهلة الأولى بتقول شو هالقاضي القليل الأدب اللي عم يفوت معه بتفاصيل ما لها طعمة. يعني لا يكتفي تقول له والله انا اخذني والله طلعنا بالانويه بالسياره وقال لي تعي بدي ورجيكي او ورجيكي شغله بالبيت، فتنا على البيت اختصبني. مو انت حقك. بيفوت معها بكل تفصيله، بيقول لها شلون يعني اختصبك؟ بتقول له فتنا على البيت اختصب، بيقول لها احكي لي شو صار وقت فتته؟ بتقول له والله اجاني من ورائي، لا 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 احكي لي كيف شلحك؟ ليش؟ لانه خطيره الفكره. عقوبتها 20 سنه. لا يعرف انه برضاطه ولا دون برضاطه. بيقول لك شو كان لون الجلاله اللي بطنه؟ بتقول له مثلا كحلي منقشه باخضر. وهو عنده يعني هو بخليه عنده، وكثير من الاحيان بكلف الامن الجنائي روحه وشوفوا لي على البيت وشوفوا لي. فهمنا هذا التكليف شو اسمه؟ انابه. شو اسمه؟ فهمنا شو هو التكليف؟ هو الإنابة. كلفتهم يفتشوا بيت، كلفتهم يسمعوا يعني إفادة شاهد. فهمنا ابني هذا شو اسمه؟ الإنابة. ليش قال لي تتوسع سلطاته بالإنابة؟ لأنه هي مختصاصة للتفتيش. ولكن وقت أنابه قاضي التحقيق، وقت أناب الضابطة العدلية، ايش؟ توسعت سلطته. فهمنا؟ فهمناها الفكرة فهم؟ قبل ما نفوت لشروطه وحالاته، وابني من اسئله الدورات اللي دائما بتجي الاناره، بس فهم فهم تعريفها هي الصك، طبعا خطي مو على التليفون، بيعطيهم اذن تفتيش خطي بيقول لهم فتشوا لي للبحث عن كذا وقيموا وساووا كيف، يحدد لهم ولي بره واحده وايام، يحدد له الوقت اللي بده يفوتوا فيه كثير من الايام، والقاضي الذكي هو اللي بيحدد لهم وقت كثير من الايام، بيعطيهم اذن للتفتيش. شو بيحدد لهم وقت؟ بيروحوا بيفتشوا الساعه 3 بالليل. يا اخي بيكون الامر ما في داعي ل 3 بالليل. فانا كثير كنت اكتب له انه التفتيش من 7 الصبح مثلا لل 6 المساء، ولمره واحده. مو انه عم تدوروا على شغله او عم تدوروا على شخص او طول القبض على شخص، ايش كل مره فايت طالع لعند الجماعه. فهمنا؟ اذا الانابه هي، شوف تعريفها، هي الصك الذي ينقل بمزاج القاضي المختص صلاحيته الى قاضي اخر او الى ضابط عدلي ليقوم مقامه باجراء عمل تحقيقي يتعذر عليه ان يقوم فيه شخصيا. هو الانابه ايام قاضي التحقيق في دمشق، بنيب قاضي التحقيق بحلب، بيكون في عنده دعوه وبيكون ايش؟ في شاهد بحلب، فبيقول له ايش؟ بيعطيه انابه بيقول له استجوب لي بالنقاط الثالثه، يعني اسمع لي شهادته بالنقاط، يجوز الإنابة بكل شيء عدا الاستجواب، لا تنساها، عدا استجواب المدعى عليه، كل شيء بيجوز فيه الإنابة إلا حالة واحدة، استجواب المدعى عليه، لأنه أمر خطير، لأنه بالاستجواب إذني هون القاضي بشكل قناعة، فمو معقول بكلف قاضي بحلب يقول له استجوب المدعى عليه وإيش، قاضي دمشق هو اللي ياخذ القرار، هذاك يشكل قناعة وهذا اللي ياخذ القرار. لذلك سماع شهود بجوز فيها الإنابة، التفتيش بجوز فيها الإنابة، خبرة على سيارة محطمة بحلب بصير، كله بصير إلا شغلة واحدة، عدا الاستجواب والإنابة، إما لضابط عدل آخر أو لقاضي آخر.
فالمبدأ أن الإنابة جائزة من يملك قانون سلطة التحقيق وهو كأصل عام قاضي التحقيق والنيابة العامة في الأحوال المكلفة فيها بالتحقيق. شوف المادة 101 شو بتقول، شوف شو حلو النص. يمكن لقاضي التحقيق أن ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته أو قاضي تحقيق آخر لإجراء معاملة من معاملات التحقيق، مو بس مو لضابط عدلية، لقاضي صلح أو قاضي تحقيق لإجراء معاملة من معاملات التحقيق، وله أن ينيب أحد موظفي الضابط العدلية. طب فهمنا، قاضي تحقيق قاضي تحقيق فهمنا، ضابط عدلية فهمنا، طب ليش أحد قضاة الصلح؟ أبني قلت لك مين اللي بيقوم بأعمال التحقيق؟ إما الأصل قاضي التحقيق وبيقوم فيها قاضي الصلح في المناطق التي لا يوجد فيها قاضي تحقيق، مثل تقول قاضي صلح جرمان، قاضي صلح من الشعبية، هذا تجتمع في شخص ست صفات قضاة، بيكون قاضي صلح مدني وقاضي صلح جزائي وقاضي تحقيق وقاضي شرعي، تخيل حاكم المنطقة بيكون. فهمنا؟ إذا الإنابة لمين بتصير؟ إذا جاب لي سؤال نظري بتصير لقاضي صلح أو قاضي تحقيق آخر أو ضابط عدلي لأي معاملة تحقيقية. شوف لي هالجملة ما عدا استجواب المدعي عليه، ليه؟ هذا الخطر بذاته. يتولى المستند من قاضي الصلح وموظف الضبط وظائف قاضي التحقيق في الأمور المعينة يعني بالاستنابة. شوف النائب العام المادة 48 بتقول يمكن النائب العام أثناء قيامه بوظائفه يعني جرم مشهود أو يطلب منه يعني جناية وجرحة داخل يعني منزل أنه ينيب أن يأحد لأحد رؤساء المخافر أو الشرطة القيام ببعض الأعمال. هذا شايفين؟ إذا وقت النائب العام إحنا قلنا أنه مين الضابط العدلية؟ وقت حكينا أنه مين الضابط العدلية؟ في عنا ضباط، الضباط القضاة والضباط المساعدين. طب مين الضباط القضاة؟ النائب العام وقضاة التحقيق وقضاة الصلح. إذا شوف النص، هذا يتعلق وقت يكون النائب العام، وقت يكون النائب العام من الضابط العدلية. وشوفنا النص اللي قبله وقت يكون قاضي التحقيق يعني إيش عم يحقق بأمر، كله عدم الاستجواب. هلأ ابني انتبه معي، هنشوف شروط صحة الإنابة وحدودها وحدود سلطة الضابط العدلي. طيب بالمنطق بدي فهمك شو شروط صحتها وشو حدودها. شو شروط صحتها؟ أن تكون الإنابة من مين؟ من يعني من الشخص أو من الجهة اللي هي مختصة بالأصل. أما مو بيجيك إنابة من رئيس البلدية، هاي واحد. وتكون مكتوبة وموقعة ومحدد فيها النقاط المستند فيها، ثلاثة. تكون خاصة وليست عامة، خاصة وليست عامة. يعني ما في قاضي تحقيق بدمشق يعطي تكليف إنابة لقاضي التحقيق بريف دمشق انه يحقق بقضية كلها، خاصة وليست عامة. ما بتكون بالاستجواب المدعى عليه. اخيرا ما بتكون بالتصرف بايش؟ بالتحقيق. كيف يعني؟ ما في كلف قاضي حلب انه خد قرار فيها للدعوة. فهمنا؟ وضحت؟ هدول الشروط كثير مهمين. حدود السلطة دائما بدها تكون في حدود المستناف فيه. اوام اوام ابني، اذا ميزني شروط الصحة ان تكون صادرة ممن يملك مباشرة اجراء موضوع الإنابة، يعني تكون ايش؟ من اختصاص المحقق النوعي والمكاني اساسا. ان تصدر لمن يتمتع بصفة الضابط العدلية ويكون مختص نوعي ومكاني. ثلاثة، أن تكون مكتوبة وواضحة ومؤرخة وموقعة ومحددا فيها وظيفة الضابط العدلي المندوب واسم المتهم والتهمة، وأن يكون الإجراء الذي يقوم به واضحا. أما الإنابة الشفوية فلا تقبل. كم شرط هون؟ شوف أنا دمشتر لك كل شيء. الشرط أن تكون صابرة من يملك وصادرة لمن كمان هو المختص، وأخيرا تكون موقعة ومكتوبة ومحددة. شايفين؟ ثلاث شروط. هل أنا أن تصدر لمن يتمتع بصفة الضابط العدلية معا وأن يكون مختص نوعي ومكاني؟ شو مختص نوعي ومكاني؟ هون هو بالأساس مو مختص،
يعني انا الضابط العزيزي اللي بحلب والجريمه اللي وقعت دمشق ومحرر دعوى عامه في دمشق ما له مختصه بحلب. فلذلك الكلام ما كثير دقيق نوعي ومكاني، بس ايه ان تصدر لمن يتمتع بصفه الضابط العزيزي ايه، بس مختص نوعي ومكاني خليني اقول في موضوع الانابه. يعني مو معقول انا اكلف ضابط العزيزي فرع الامن الجنائي بحمص لاستجواب واحد او سماع افاده شاهد بحلب او لتفتيش بيت بحلب، هذا المقصود حتى تفهم شو تصير يعني. اذا شو الشروط؟ ثلاث شروط صادره من ايش؟ من هو مختص؟ يعني المنيب والمناب بده يكونوا مختصين. واخيرا كلمه واحده هيك بحفظ انا، كلمه كلمه، المنيب والمناب بده يكونوا مختصين وبده تكون موقعه ومؤرخه ومحدد فيها الموضوع الانابه. كيمياء حدود الانابه، هون عندي خمس اشياء، اربع اشياء. شو اللي حدودها؟ أول شيء ألا تكون عامة، ألا تكون عامة، شايفين؟ بدها تكون لإجراء معاملة من معاملات التحقيق، لا تجوز في استجواب المدعى عليه. ثلاثة، لا يجوز الإنابة في إصدار مذكرة توقيف لحق المدعى عليه، ليش؟ لأن القانون بيقول مبدئياً، كلمة مبدئياً يعني في استثناء، انه امتى القاضي التحقيق بيصدر مذكرة توقيف؟ بيقول لك بعد استجواب المدعى عليه. فقد يقول قائل كثير من الاحيان بيطلع قاضي التحقيق على الجريمه وبيشوف الجثه وبيجي المشهود بيقول له شفنا طارق الخن وهو عم يوصل وهرب طارق الخن. ما بامكانه يعمل له مذكرة توقيف على الغياب؟ بامكانه. بس مبدئيا بتكون مذكرة التوقيف بعد استجواب المدعى عليه. اذا حدودها ما بتصير عامه، بدها تكون خاصة. اثنين، ما بصير استجواب المدعى عليه، ما بصير الإنابة بإصدار مذكرة التوقيف. أربعة، لا يجوز أن تتناول الإنابة التصرف في التحقيق، إنه يأخذ قرار بمنع المحاكمة أو لزومها. حنشوف إحنا قرارات قاضي التحقيق، إما منع المحاكمة وإما الضم على المدعى عليه بجنحة وإما رفع الأوراق للاتهام بجنحة. هذا المنع وهذا اللزوم، اللزوم اما جنحة واما جنائي. والمنع وقت الفعل لا يؤلف جرما او ما في ادله الى اخره. وضحت؟ ميزنا بين الحدود والشروط، ابني ما في دوره حتفوتها بتلاقيهم هذول. الشروط المنيب والمناب بيكونوا مختصين ومكتوبه. الحدود لا بدها تكون خاصه وفي غير الاستجواب المدعى عليه. وما بيجوز تكون بمذكرة التوقيف ولا بيجوز تكون بالتصرف والتعقيب. كلمة كلمة خالص. حدود سلطة الضابط العدلي. وقت تكون الإنابة صحيحة يجب على الضابط العدلي انه ايش؟ يقوم بالمهمة ولا يجوز له الاعتذار عنها. ما دام طلع التكليف ما بيجوز انه يعتذر عنها. إنابة عضو الضابط العدلية ما بتخلو سوى القيام إلا بالأعمال التي وردت صراحة في الحدود، أكيد صراحة في قرار الإنابة. لا يجوز تنفيذ إجراء موضوع الإنابة إلا مرة واحدة، مثل ما قلت لك تفتيش المنزل. مو والله 50 مرة بتشوف تفتشه أو بلاقيها عضو الضابط العدلية يعني ذريعة. إذن دائما ركز الفكرة، أول فكرة إيش؟ ما بيجوز الاعتذار عنها. اثنين، ما بيقوم إلا بالعمل المنصوص عليه صراحة. ثلاثة، بيقوم لي مرة واحدة. أربعة، بده ينزل محضر. ابني أي عمل اليوم كلف قاضي تحقيق من دمشق فرع الأمن الجنائي بحلب بده يفتش بيت، بردوا عليه بالتكليف أو بالإنابة بيكتبوا له ورقة بإنه ولا فتشنا؟ لا، بينظموا محضر، بيقولوا بتاريخ كيس وردنا من قاضي التحقيق بدمشق بالدعوة كذا، تكليف انه مفتش بيت وبتاريخه تم الانتقال المساعد فلان والشرطي والشرطي فلان على متن السيارة الفلانية للمكان وبدخولنا شو هي دمشق. هن ما بيقوم بإجراء الا يسجلوا. التصرف ابني ميز لي بين التصرف بمحضر التحقيق الأولي والتصرف بالتحقيق. شنو التصرف بمحضر التحقيق الاولي؟ ورجوني فهمانين ولا لا؟ شو الفرق بين التصرف بمحضر التحقيق الاولي والتصرف بالتحقيق؟
التصرف في محضر التحقيق الاولي ابني هذا الضابط اللي بتنوم في الضابطه العدليه وين بتروح فيه بالاخير؟ فرع الامن الجنائي ولا اي فرع ان كان بتحقق في قصه وعم ينظم ضبط وين بده يروح فيه؟ بحطه بالفريزر؟ بتفهموني كلمتين؟ بتحسسني اني عم بحكي مع حالي؟ عوام ابني عوام، وين بده يروح فيه؟ ليش يا ولاء؟ علا علا، ليش يا علا عم قاد التحقيق؟ بده يوزعوا النائب العام، بده يحطه للنيابه، النيابه هي اللي بتشوف اذا جنايه ولا جنحه ولا مخالفه، فهمنا؟ دائما تفوق بالعنيان، شو يعني التصرف بمحضر التحقيق الاولي؟ لك في فرع بالعالم بينظم ضبط، شو بيعمل فيه بعدين؟ اجباري على القضاء. برافو يا لؤي. شوف المادة 49 بتقول على موظفي الضابط العدلية مساعدين أن يودعوا إليه بلا إبطاء الإخبارات والمحاضر اللي بينظموها مع إيش؟ مع الأوراق. ما بدي فوت لأكثر من هيك، ما بدي فوت لأنه خص الأمر يعني أكثر من واضح. هذا الأصل، ولكن المشرع حط استثناء ببعض الجرائم البسيطة. أجاز في بعض الأحيان لموظفي الضابطة العدلية بإجراء إحالة المحاضر والضبوط فورا إلى القضاء. شوف بدي فهم مني الفكرة اللي بدي لك إياها. هي نظمنا محضر، شو قلت لك من أول لحظة؟ بدي أروح على النيابة العامة على قضاة التكييف وهي بتوزعه وبتدعي. شوف في بعض الأحيان نظمنا محضر بيبعث دغري دون مرور على النيابة العامة بيبعثوا للمحاكم. مثل إيش؟ هي بنسميها الأصول الموجزة. شو بنسميها؟ تفتح قانون اصول المحاكمات بيقول لك الاصول الموجزه. شو هي الموجزه؟ يعني البسيطه. هي بتكون اهم مثال لها قانون السير. مخالفات البلديه والصحيه. شوف انت وقت بشوفك شرطي، وقت بشوفك شرطي عم تحكي على الجوال مو حاطط حزام عم بصفر لك بتوقف. هلا اذا ما اعطيته فلوس بده يكتب شو؟ شو بده يكتب يا عمو؟ شو بده يكتب؟ ضبط. طب اذا اعطيته فلوس برافو عليك. جيت انت كنت ايش؟ حدا غشيم ما اعطيته فلوس، كتب الضبط. شو وين بيروح هذا الضبط؟ ورقه الضبط اللي كتبها ما بتلاقيه فاتح دفتر وهذا الدفتر له كربوني يعني بينتسخ على نسخ بيعطيك وصل لك؟ هذا ضبط، هذا ضبط. فورا بيبعته لوين ابني؟ لوين بيبعته؟ لبروح النيابة. بيبعته على محكمة السير، صلح جزاء السير. منيح؟ القاضي فورا بياخذ قرار انه تدفع الغرامة. طيب وين؟ طيب وين الركن المادي والمعنوي؟ ما يعمل لك محاكمة؟ هي الأصول الموجزة. هلا أنت وقت بيجيك تبليغ انه تدفع، إذا اعترضت بصير لك محاكمة، ما اعترضت عليها لأنه أنت على الغياب، غيابية، ودائما الأحكام الغيابية عليها اعتراض. معك 5 أيام تعترض من وقت التبليغ، إذا كان التبليغ بالذات من اليوم الثاني للتبليغ. إذا اعترضت بصير لك محاكمة، ما يعد الحكم لك لأنه بصير لك محاكمة، ما اعترضت بتدفع دغري. طيب لاحظ الدور، وين دور النيابة؟ فورا هي عم تروح للقاضي. ليه؟ لأنه يعني هي جرائم بسيطة. لذلك اذا بتتذكر بالسنه الاولى كان في راي بعض الفقهاء بيشوفوا انه بالمخالفات البسيطه ما في ركن معنوي. لا، الجريمتين سواء كان مخالفه جنايه جنحه او جنايه كله بده ركن مادي ومعنوي، ولكن اجراءاتها لانه الجرائم بسيطه تتبع الاصول الموجزه. وضحت لي؟ قال لي من هذا القبيل ما نصت عليه المادة 9 بتقول مواطير القرى العموميون والخصوصيون وموظفي مراقبة الشركات والصحة والحراج الحق في ضبط المخالفات. شو قال لي؟ ويودعون رأسا. هلا هي الكلمة مالي معها، ويودعون رأسا المرجع القضائي المختص. تمام؟ ايش؟ يعني نصت المادة 225 تجري في مخالفات الأنظمة البلدية والصحية وأنظمة السير. لا تنساهم الأصول الموجزة الآتي بيانا، اللي هي ايش؟ منصوص عليها من مادة 226 لل 230 اللي بتتلخص انه وقت تقع مخالفة اذا كانت مخالفة او جنحة ترسل ورقة الضبط الى قاضي الصلح فيحكم بالعقوبة
فورا ما لي ترسل للنيابة فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا دون دعوة المدعى عليه للمحاكمة، ويأخذ قاضي الصلح بصحة الوقائع المثبتة في ورقة الضبط إذا كان يعني إذا كان موضوعا بشكل أصولي، وتقضي الأحكام الصادرة عن قاضي الصلح بطرق الطعن المقررة. وضحت؟ فهمناها الفكرة؟ في صعوبة يا أخي، في صعوبة. على فكرة المادة جدا جميلة يعني. صعبة غدير؟ طبعا الواحد أسهل. الواحد أسهل لأنه معلوماته أبسط بكثير. هي معلوماتك المالية، ليش أعمل لك الابن اللي بيقدر يمشي معي؟ كل مالك حتشوف تفاصيل ومعلومات أكثر. كل مالك حتشوف تفاصيل ومعلومات أكثر. بس إيش؟ يعني إن شاء الله كله مبسط. أما لا تقارن مع الفصل الأول، كل الفصل الأول يعني بالقانون 10 مواد، أما هي لا، في شيء 60 70 مادة. ابني حننتقل للباب الثاني، خلصنا الباب الأول مرحلة التحقيق الأولي، شفنا السلطة المختصة وشفنا سلطاتها العادية والاستثنائية. حننتقل للإثبات في الدعوة الجزائية، الإثبات اللي هو كل ما يؤدي إلى ظهور الحقيقة. لاحظ الإثبات مو إني أثبت الجريمة، لا لا لا، أيام إثبات إنه المدعى عليه مرتكب الجريمة، هذا وسيلة الإثبات. هذا وسيلة، ودائما النيابة هي خصم عام وعادل، من يهمها إنه إنسان يعني يتعاقب، بهمها إظهار الحقيقة. طبعا اللي هو في الدعوة الجزائية هي الطريقة اللي بيتم فيها إقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المدعى عليه أو المتهم على نحو الجزم واليقين، لأن المدعى عليه أو المتهم هو ارتكبها. ما بيقتصر يعني نطاق الإثبات على إقامة الدليل أمام قضاء الحكم، بل أيضا قضاة التحقيق. نظم الإثبات الدين اتطورت نظم الإثبات عبر مراحل التاريخ. انتقلت من مركزة الاحتكام إلى الآلهة، إلى مرحلة الأدلة القانونية، إلى مرحلة الاقتناع القضائي. شوف التطور. الأدلة القانونية كان قديما مجرد ما يعني بهي الحالة القانون بحدد وسائل الإثبات التي لا يجوز اللجوء لغيرها، وكان يعترف هذا ب يعني مرحلة الأدلة القانونية، كان يشوف أنه الاعتراف سيد الأدلة ويجوز الحصول عليه بالضغط التعزيم، لذلك القاضي ما كان يحكم بعدل. إذا نشوف مرحلة الأدلة القانونية هيك اسمها، كان يحدد له وسائل الإثبات وما بإمكانه يطلع عنها، وكان الاعتراف سيد الأدلة، وما كان للقاضي مسموح إنه يبحث عن أدلة للإثبات. فقط دوره مثل اللي عم يتفرج على مباراة تنس، يعني ما بامكانه يتدخل اكثر من انه اذا وضع الدليل امامه فهو يلزم انه ياخذ فيه، ما له دور تقديري. مرحلة الاقتناع القضائي، وهون القاضي يعني بيحكم وفق قناعته الشخصية ولا بيلتزم بأي قيد، والأدلة غير محددة وما لها أي قوة بالقانون، ولهم أن إيش الخصوم أنه يأزموا أي دليل وسلطة تقديرية، ومعظم الدول أغلت فيها، ومنها إيش أغلب الدول يعني ومنها سوريا أغلت بهذا المبدأ. مرحلة الأدلة العلمية هل بتعتمد على الخبرة؟ كمان أمر يعني أمر تقرير الخبرة يعود تقديره للقاضي. تقرير الخبرة يعود تقديره للقاضي. هي المراحل، إذا مرحلة الأدلة القانونية ومرحلة القناعة القضائية ومرحلة الأدلة العلمية. هلا حننتقل لحرية الإثبات وعبء طرقه. حنشوف في حرية الإثبات عندي فكرتين، المبحث الأول حرية القاضي من الاقتناع والقيود الواردة على حريته. شوف من المادة 175 وما بعدها بتقرأ 6 نصوص حلوين جدا، حلوين جدا، بيلخصوا لك كل الاسباب. ليش عم اقول يعني انا كلمه يعني زاد معي وقت حقرا اكثر من القانون، لانه فعلا بالقانون بتلاقيهم شو بدك فيه
يعني انت اليوم بتلخص كل المادة من القانون. شفت ممكن انا عقوبات واحد واثنين دائما يعني من القانون، وكلكم ممكن درستوا بهالطريقة وشفتوا قديش كان هذيك اليوم طالب بفرنسا، والله يعني عم حكي لي ما بعرف شو نسيت اسمه، عم يقول لي انه انا هلا عم حضر لغة بفرنسا، وانه ابن عمه عم يعمل ماجستير خاص. قلت له ايه؟ قال لي والله يا دكتور تذكرتك. قلت له ايش هو؟ قال ما عن علمه بالماجستير الا كيف يقرا نص ويشرح النص. قال لي هذا هو موضوع الماجستير. عمليا الاداره اسمعي من الاولى اخذت ايده على هذا الستايل. ماجستير بيكمله بس لحتى يعرف يقرا نص. فاللي عنده ملكه يقرا نص ما له بيعرف الكتاب، وحيكون فهمه وحفظه اقوى من اللي قاري من الكتاب. لانه يعني عم تاخذ الزبده دون اراء. شوف الماده 175 شو بتقول؟ تقام البينه. شو يعني البينه؟ الاثبات، البينه، الحجه. تقام البينه، بيقول لك البينه على من ادعى واليمين على من انكر. تقام البينه في الجنايات والجنح والمخالفات ايش؟ بجميع طرق الاثبات. هذا المبدا الاول، ويحكم القاضي بقناعته الشخصيه. بالمدني ابني لا، حدد لي الطرق، دليل كتابي، شهاده، ومتى يجوز الاثبات بالشهاده، ومتى يجوز الاثبات بالقرائن واليمين. هون شو؟ مبدئين. المبدا الاول حريه وسائل الاثبات وقناعه القاضي الشخصيه. هذا الاصل الاستثناء اللي اذا نص القانون على طريقه معينه للاسباب وجب التقيد بها. يعني حاطيك مثال بدي اياك تفهم من النص قبل ما نقرا جوا. ليش في هيك وسائل؟ ايه، ابني عمه جريمه بالماده 504 بتقول من اغوى فتاة بوعد بالزواج ففض بكارته. طبعا لا حياء بالعلم ولا بالدين. ايش الاغواء؟ شو شروط النشاط الجرمي؟ يكون في اغواء، وتكون البنت بكر، وجود بكر. هلا اذا اغواها، شو يعني اغواها؟ لفهمك الفكره، اغواها يعني سلمت نفسها تحت وطئه ايش؟ الوعد بالزواج. كثير نعرف نحن يعني، وخاصه بين الشباب، بشوفها بيتعرف عليها بيقول لها عيونك حلوين وشعرك احلى وجسمك احلى واحلى، فهي بتدوم وبيقول لها عمري انا ما عم بقدر انام بالليل، وحبيبتي انا يعني ماني شايف انه انا يكون عندي شريكه بحياتي الا انت. وهو بيكون ما عم ينام بالليل لانه ما في تكييف وشوم الدنيا، وانا بدي اتجوز. يكون بنت يعني بتفوت بالحيط وممكن تسلم نفسها. عم تضحكوا، الله يخرب بيتكم جميعا. جميعا. وين غادة؟ بدي غادة انا، وين غادة؟ كبيرتنا غادة. شو يا غادة، مضبوط هيك ولا لا؟ والله كبيرتنا غادة يا اخي. اللي ماله كبير اشتري له كبير لك يا غادة. لك عسلامك يا غادة. المهم بيبدا بقى عيونك حلوين وشعرك احلى وانا ما عم نام ودايخ والى اخره ومصاريني عم انا بعرف. المهم لطالما استجوبت لهذا الموضوع، البنت بتسلم نفسها بتحت ايش؟ الوعد بالزواج. ويلا ست شهور بس، هلا ستي متوفيه لسه لينضل عذر بعد امي وبعد خالتي، وهو كله ما بيكون معه حق صندوقه شاورما. ما هيك عمار؟ صندوقه شاورما ماما منتوف طالع من مكره لمكره وحالته حاله، والجيش عم يقول له عم يستناه وعم يهرب من حاجز لحاجز، ومعتر الولد ومسخم على امته. شوف وقت يعني ما بتتحقق الجريمه لطالما انا صار عندي فعلا وعد بالزواج وسلمته حالها، بس هي البنت بتكون بالاساس سيد مطلقه. ما بتتحقق عندي الجريمه بالروح عندك. حتى بهدول النصوص، حتى بهدول الشروط، انه اغواها وعد بالزواج وايش فض بكارتها، ولو ها يعني ولو عندي شهود بهالواقع،
يعني عند الخدام اجت قالت ايه والله انا بشهد انه هيك كان. القانون شو بيقول؟ لا يقبل من وسائل الاثبات الا الاقرار وما كتبه من الرسائل. هلا الاصل انه انا عندي حريه اثبات، هذا الاصل انه انا اشوف اذا اليوم بيجي على هالواقعه رفيق ورفيقتها الى اخره بيقول ايه والله انا كنت قاعد وقت كان عم يقول لعيونك حلمين وانا بدي جوزك وابعث امي والى اخره، وبعد شوي حملها بالسياره وراحوا. يفترض اني اخذ هي الفكره. فشو جاء القانون بالماده اللي بعدها شو بيقول؟ لا يقبل من ادله الاثبات الا ما كتبه من الرسائل او الاقرار. اذا الشهود مقبول الشهود؟ مقبول الشهود؟ لا. نفس الآلية بالزنا، نفس الآلية بالزنا، لا يقبل بالزنا إلا الجنحة المشهودة أو الإقرار. شهود لا. فهمناها الفكرة؟ لا تنساهم المثالين، حتلاقيهم بكتابك إني أنا بحب أشرح من النص. بحياة أبوكم مو أحسن من النص، إني أنا أشرح لك شو مكتوب بكتابك من النص. مو أحسن كم؟ ولا لا؟ اخي ما حدا يحكي الا غدا، الله يوفقكم. شو غدا؟ لكن اللي متعود على هالطريقه صعب يرى كلمه كلمه يعني. فهمناها شو يعني هي اساتذه؟ اذا نص القانون فعلا بتلاقي بقانون العقوبات يعني واحفظهم شو هم الجرائم، احفظهم بدي احفظهم من هلا شو هم الزنا وشو كمان؟ وايش؟ والاغواء. ما عاد تنسوها بحياتكم، انا اخذته واعطيت قصدها مشان ما تنسوها يعني. انت بقى ايش يا غدير؟ عيونك حلوين وشعرك احلى وايش وجسمك احلى واحلى، عرفتيها؟ لا تنسيها بالامتحان، هذا سؤال دوره بي. هذا سؤال دوره. وحابعث ايش؟ امي بس انا ستي ميته. ايه؟ يا شب لا تاخذ يا حبيبي. طب والله غدير بروح هيك وهيك كمان. ان شاء الله ما تاخذني. يا اخي في اسماء والله العظيم بتقبل الوجه هيك. اخيرا اساتذه دائما بتوع بهالمطب هذا، وخاصه انه نحن يعني تعليم اونلاين يعني ما بنشوف اشخاص. ثلاثة أساتذة، إذا لم تقم البينة، إذا لم تقم البينة على الواقع قرر القاضي. شوف هالكلمة حبيبي، شوف حتمرق معنا. ابني ايام كثير، ايام كثير. شوف القاضي حعلمك كلمتين حلوين يفهمهم مني. المحكمة عندها، وهذا سؤال بتنسأله وين ما رحت، ان رحت قاضي ولا رحت محامي بالامتحانات، كم قرار بتطلع المحكمة؟ وهذا رسموه عنكم، اما بتطلع قرار براءة او ادانة او عدم مسؤولية. عم بحكي على المحاكم مو على قاضي التحقيق. عدم مسؤولية. ثلاثة مالو الرابع. ثلاثة مالو الرابع. امتى البراءة؟ شوف البراءة امتى؟ في جريمة. في جريمة. ولكن اما لعدم وجود دليل او عدم كفايته. جريمة فيه. بنت واحد اغتصبها. وهو مغمض عيونه، في جريمه ما في شك، قتيل شغله فيه، بس ما عندي يا اما ونص دليل فيها ما عم تكمل معه للقاضي، لانه دير بالك قاضي الحكم ابني مو مثل قاضي التحقيق، عظم قاضي التحقيق بياخذ قراره على الريحه، اما قاضي الحكم على وجه اليقين بده يكون دليل يقيني وليس ظني. انتبه على النقطة، يعني شو يقيني؟ يعني واضح 100%. الإدانة وقت بيصير عنده دليل يقيني، عدم المسؤولية وقت الفعل لا يؤلف جرما، رافع دعوى احتيال وقت تبين انه هي مسؤولية عقدية ما فيها خداع. مو بيطلع له براءة. لا، عدم مسؤولية وقت الفعل لا يؤلف جرما. وضحت ابني؟ وضحت؟ لا تنسى لي هذول الثلاثة بتنسأل فيهم إلى يوم الدين. شو قال لي؟ قال لي إذا لم تقم البينة على الواقع، يعني في واقع. شو بقرر القاضي؟ مو عدم مسؤوليته، براءته. اوكي؟ حفوت بأوجاله
إبليس في نقطة مهمة، هي مبدأ حرية اقتناع القاضي الجزائي بتكوين عقيدته. يعني أنا يعني عم بعطيك الزبدة، حتلاقي كله مكتوب، بس كله يعني مكتوب يعني في بزيادة، بدي تفهم الفكرة. هو عنده حرية بالاقتناع. طيب أنا اليوم طار الخن قاضي، جبت لي 5 شهود على واقعة و3 شهود ضدهم، هدول إثبات وهدول نفي، شهود إثبات وشهود نفي. المبدأ إني أنا حر مثل ما قريت بالمادة 175، مشهورة هاي المادة. طيب أنا هدول 5 شهود بكبهم وباخذ بثلاثة أو باخذ بشاهد واحد. طيب يا أخي، هل هون السؤال تقديري، هل قناعة وتقديري للشهادة هل تخضع لرقابة محكمة النقد؟ هذا سؤال دورة مكرر 20 مليار مرة. انتبه انتبه حبيبي انتبه. هل تخضع هاي القناعة تبعي لرقابة محكمة النقد؟ ابني اول شيء انتبه حبيبي، انتبه يا عمري، يا قلبي انتبه. لؤي عامر، لا تحب يكتب حبيبي. عمار مو عامر. محكمة النقد شبه هي محكمة قانون بتراقب حسن تطبيق القانون بس، ما دخل بقناعة القاضي وتقديره. ولكن شو وجهة قالت محكمة النقد تبعنا؟ قالت له انت صح، حرب الاقتناع، انت من اسباب الطعن بالنقد اذا كان القرار غير مسبب. ليه؟ لانه كيف بدها تراقب هي يعني يعني ما توصل له، وكيف بدها تراقب قناعته هي؟ بده يكون مسبب لحتى تقدر تصل معه للنتيجه اللي وصلها. شو قالت له؟ انت صح، ما لي رقابه عليك، ولكن انه تكون النتيجه اللي وصلت لها، شوف العباره، وفق المنطق السليم. هي الكلمه لا تنساها، بدي اياك تحفظها معي. بده يكون النتيجه اللي وصلت لها وفق المنطق السليم. شو بدها تكون؟ هون بهالفكره صارت ايش؟ شو بده يعني؟ ما بيصير هو يقول انا ما باخذ بهدول الخمسه واخذت بواحد ومين ليش؟ بده يقول انه ماشي قانوني قناعه، كانت اقوام متضاربه، كان يعني تلبك وانا عم بساله. فهمناها؟ هي قناعته ما بتتداخل فيها، بس بدها تكون مستساغه. وبتستعمل محكمة النقد العبارة بتقول لك لن يكن مستساغا. شوف الفكرة، قال لي ايش؟ ويخضع تقدير الأدلة قاضي دون رقابة. انتبه، ما بصير تناقشوا قناعته. ولكن شفت، لكن هذا اللي عملته محكمة النقد، سلطته غير مطلقة إذا شافت ايش؟ إذا شافت ايش؟ لا تنسى لي الكلمة، حتتكرر معك 20 مليار مرة. هي بتقول له انا صح ما فيني راقبك، بس انت يا اخي طلعت عن المنطق السليم. وضحت قصدي؟ لا تنساني اياهم. وعلى الرغم من انه قاضي جزائي غير مقيد بطريقه معينه، الا انه في استثناءات، في استثناءات من هذا الموضوع، يعني بعض المحاضر والضبوط لها قوه اثباتيه، ادله. تشوف شو قال لي؟ شو قال لي؟ بالزنا ما حوقف معك كثير، القانون ما قبل الا الاقرار القضائي، مو الاقرار العادي، القضائي والجنحة المشهودة. قال لي ايش؟ والرسائل، هي الزنا، 3 اشياء بالزنا، بده 3 اشياء. قال لي لا يقبل من ادلة الاثبات على الشريك في جريمة الزنا فيما خلا الاقرار القضائي، قضائي بده يكون، مو امام الشرطة، امام القاضي يقرر له ايه. والجنحة المشهودة بده رسائل، المشهود بيمشوا؟ لا. طيب اذا اجت الزوجه قالت له ايه والله نام معي فلان، هل يعد هذا اقرار قضائي؟ لا، بده الاقرار يطلع من الشريك. هي صفيه شهاده، هي صفيه ابني شهاده. انتبه انتبه على هيك اسئله قاتله. الاقرار القضائي شو بده يكون؟ اما اقرار الزوجه بجرم الزنا فلا يعد اقرار على الشريك، الاقرار بيصدر من صاحبه، اما هي شهاده ضده ولا تقبل دليلا عليه. وضحت حبيبي؟ وجود وسائل خطية، ولا يشترط أن تكون الوسائل الخطية موقعة. طيب هلا بهذا الظرف اللي نحن فيه، شو يقول مقام الوسائل الخطية؟ رسائل واتس، لأنه نحن عندنا قانون بيقول الكتابة الإلكترونية تقوم مقام الكتابة العادية، هذا القانون التوقيع الإلكتروني لعام 2009.
والجنحة المشهورة مثل انحطاط ضبطهم بالجرم المشهور. جريمة الإغواء المادة 504 شو بيقول؟ في ما خلا الأقرار والقضاء يميز بين اثنين، الأقرار هون ولو أمام الشرطة. ما خلا الإقرار لأنه الإقرار القضائي بده يكون أمام القضاء وفي ذات الواقعة المدعى فيها. هلا ممكن يكون أمام القضاء بس مو بذات الواقعة. يعني أنا واحد رفع علي دعوى احتيال، أثناء دعوى الاحتيال قررت إني أنا ارتكبت جرم زنا. ما صاحبتش المال. هذا ما له إقرار قضائي، هذا غير قضائي، ولو كان قدام القاضي، شرطين يكون قضائي، بده يكون في الدعوة المدعى عليه فيها، يعني القاضي عم يقول له ينسب لك جرم الزنا. بيقول له إيه أنا زنيت. هذا الإقرار القضائي. فهمنا؟ شو اللي بالإغواء ما بده إقرار قضائي، إقرار عادي سواء أمام مجلس القضاء في غير الواقع المدعى بها أو خارج مجلسه بيمشي الحال. شغلتين اللي الإقرار وما نشأ الرسائل كتبها، طبعا مو بالشرط تكون مروحة. لا تنساهم أسئلة الدورات هذول. شايفين لن يشترط إنه يكون قضائي. واضح؟ إثبات المسائل غير الجزائية بمادة 177 بقانون الأصول بتقول إذا كان وجود الجريمة مرتبط بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع القواعد الإثبات الخاصة فيه. شو يعني؟ ابني مثل دعوة إساءة الأمانة لا تنساها هي الوديعة. لحنا بالقانون المدني ابني بيقول أي التزام فوق الألف ليرة بدي دليل كتابي. أي التزام فوق الألف ليرة بدي دليل كتابي. يعني ألف وفلس او مو فلس احنا قرش بسوريا، الف وقرش بدي دليل كتابي. اوكي طيب فيني انا اجي اثبت امام القاضي اني انا في ايدي ديني او خلي اسلمت مبلغ لشخص على سبيل الامانة وهو ايش انكر الامانة وحول حياسته من ناقصة لكاملة ومن يكون معي دليل كتابي؟ لا حصرا وبس. هي عمليا هي الجريمة احفظها هي ايش؟ إساءة الأمانة بدها دليل كتابي. يعني أنا ببرز له للقاضي سند الأمانة اللي وقعه المداري وببرز له إنذار عدلي إني أنذرته إنه رجع لي الأمانة ومرضي بهذا تاريخ الإنذار اللي ما رضي فيها يعد ارتكب الجريمة. واضح؟ لا تنسى لي هاي الفكرة. استبعاد بعض الوسائل ابني ما بصير. توجيه يمين حاسبة للمدعى عليه ليش؟ ما قال لي هون ليش؟ لأنه هذا يعتبر صورة من صور الإكراه. المحاضر والضبوط ميز لي ابني، ميز لي بالمحاضر والضبوط بين ثلاث أنواع. المحاضر انتبه علي يا حبيبي، المحاضر اللي بتصير بالجرحة وبالمخالفة تعد صحيحة إلى أن يثبت العكس، والمحاضر اللي بتكون بالجنايات الضبوط اللي بتكون بالجنايات ما إلى أي قوة تكون على سبيل المعلومات. وفي محاضر لا يطعن فيها إلا بالتزوير الجنائي مثل الضبوط اللي بتنظمها ضابط الحلاج وضبوط الجمارك. هي فكرة اللي حفظتها بالجرحة والمخالفة تعد الضبوط اللي تجينا من الشرطة صحيحة إلى أن يثبت العكس. بالجنايات على سبيل المعلومات وبعض الحالات الخاصة تعد إيش لا يطعن فيها إلا بالتزوير الجنائي. شوف شو بتقول المادة 178. شايفين شو حلوين المواد لأنه معه قانون ببلش الإثبات أو الفيد بيقول لك قانون في البينات من 175 ل 178. شايفين شو حلوين؟ بثلاث نصوص بتفهم القصة كلها ما عاد تنساها. هلا أن يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط العدلية ومساعده في الجنح والمخالفات إلى أن يثبت العكس. معين ضباط جنح ومخالفات معين اثنين. ويشترط في إثبات العكس أن تكون يا بالبينة الكتابية يا بالشهود. كيف ما بدي بثبت؟ شو بال 182 لا يسوق تحت طائلة البطلان إقامة البينة الشخصية على ما يخالف أو يجاوز مضامين المحاضر التي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها. ما بصير في بعض الضبوط إلى قوة قوية مثل إيش؟ هي ما بصير إثبتها إلا بالتزوير. يعني بدي أدعي على النظام المزور اللي وهذه الضبوط على نوعين. الضبوط التي يعمل لها حتى إثبات عكسها رجع عن عيد نفسها
يعني عم عيد بيشرح لك المادة، هي بالجنح وبالمخالفات، الضبوط التي يعمل فيها حتى تدميرها، مثل ايش؟ الحراج والجمارك، محاضر الجلسات امام القضاء، هذا الكاتب اللي عم ينظم محاضر الجلسات ونصوص الاحكام، ما فيني اقول لكاتب قايل لي قايل بالمحضر انه رد عليه غاب، اجي اقول لا احضرت، ما فيني اثبت اني اجيب شهود واثبت، بدي ادعي عليه انه زور تزوير جنحي. وضحت؟ وضحت؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله. حدا عنده أي سؤال؟ إذا كنت شي واضح اكتب لي واحد. الله يعافيك يا أنس، تسلم حبيبي. لا والله يا أنس ما شفت الوظيفة شوي، يعني أنا مثل ما شفته عندي عزل بكره وبعد بكره، ذكروني بركي إن شاء الله قبل العيد بشوفها، يعني حدا يذكرني على الفيس قبل موعد المحاضرة وهيك بإذن الله عز وجل. تسلم حبيبي، اوكي بشوف بشكون بخير، باي باي.